ملف محمد ابراهيم، انا تواصلت مع احد اعضاء لجنه نادي الزمالك هو الاستاذ عمرو ادهم، كلمته في ملف محمد ابراهيم، قال لي الموضوع واضح للجميع، احنا كده كده هنتسدد الغرامه اللي موقعه على نادي الزمالك اللي هي المليون يورو. لكن احنا بنحاول الفتره اللي فاتت دي بكل جهودنا ان احنا نقسط المبلغ على مراحل او على دفعات، لكن النادي البرتغالي رفض الامر ده تماما، ولسه عندنا مهله اكتر من 25 يوم هنحاول نوصل فيها لاتفاق ان احنا نجادل المبلغ، بس النادي البرتغالي لا بيرد على تواصل نادي الزمالك ولا بيرد على اي اتصالات ولا قابل اي وساطه، وعايز المبلغ خاش وعايز المبلغ كله على بعضه. هو قال لي في مشكله، بس احنا بنحاول على الاقل نبقى حاضرين في كل يعني مجهزين كل البدائل، سواء دفع المبلغ كامل او لو وصلنا للاتفاق مع نادي ماريتم البرتغالي بتقسيط المبلغ هيكون شيء كويس. ده نص تصريحاته الكامل يعني. طب ما خلي بالك ان الزمالك طلب الاستئناف على عقوبه تغريم 400 الف يورو في الموضوع ده، ولكن ما سددش رسوم الاستئناف لغايه دلوقتي. هو الفكره نفسها يا فندم ان الجلسه دي كانت ممكن تتحل بحاجات ابسط بكتير، يعني حتى يعني مسؤول الزمالك في المجلس اللي فات يعني كان ممكن يتواصلوا مع النادي البرتغالي ويخفضوا العقوبه او يخلوها مثلا ممكن اقول لك توصل للنص كمان او اقل من كده بكتير، لكن مسؤول الزمالك تجاهلوا الموضوع بالمره وقت المجلس السابق، وبعد كده جت اللجان فكان الحكم خلاص بين اروقه المحاكم، يعني خلاص كده احنا خلي بالك يعني نفس المعلومه انه لما الزمالك اهمل في قضيه مارتيمو وما سددش وحكمت بالفلوس كامله ومارتيمو عايز الفلوس، نفس الوضع النهارده وكيل باتشيكو قال نفس الكلام. هقول يعني جاي لحضرتك في الملف. اتفضل. وكيل باتشيكو برضه عمل فضيحه النهارده. صحيح، عايز اقول لحضرتك ان ملف باتشيكو ده مضحك جدا، باتشيكو وافق اصلا على العرض اللي قدمه نادي الزمالك بتخفيض المبلغ للنص، يعني هو وافق بالاساس، بس مسؤول الزمالك تجاهلوا الموضوع بالمره، فعشان كده باتشيكو طلب الغرامه كامله، والزمالك دلوقتي مش غير يدفع الغرامه كامله او يقسط المبلغ او يدفعه على دفعات، لكن الزمالك كان في له فرصه انه يدفع اقل من نص المبلغ زي ما حصل مع معروف يوسف، زي ما حصل مع تشيمبونج، زي ما حصل مع اللي هو الاكاديميه الكاميرونيه اللي كانت اللي غرمت الزمالك، اللي هي سبب وقف القيد في نادي الزمالك في فترتين يعني.